ما لقيتيش جزية كريمة سير لا كل لا تفضلي معنا على النقافة هنايا. تبارك الله على الزغراتات، وما كاينش ما احسن من اننا نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على رسول الله. والسلام عليكم متتبعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، ومعنا الفنانه المغربيه هيفاء. دابا عاد وليتي هيفاء، دابا ياك دابا وليتي هيفاء ديال كريمه وسط، المحبوبه ديال المغاربه كريمه وسط، اللي كيبغيوها المغاربه صغيرهم وكبيرهم، اللي فرحت المغاربه وضحكاتهم وبكاتهم وبكاو معاها وتعاطفوا معاها ووقفوا معاها، كلشي كلشي في كريمه. كريمه بعدا مبروك عليك. الله يبارك فيك. شكرا اختي فاطمه زهراء، دائما دائما انت سباقه، دائما كتكوني ديما كنلقاك حدايا سبحان الله. مرحبا مرحبا، تحيه ليك نهار وتحيه كبير لك. للطاقم شوف تي في، كنحييكم بزاف بزاف على المجهودات، دائما كتكونوا مساندين رسميين، تحيه لكم جميعا. مرحبا كريمه. العروسه شحال من مره برزتي عروسه؟ ودابا المشكله كنبرز بلا عريس. لا، شحال من مره برزتي عروسه ديال بصح؟ لا ديال شحال مره في حياتك تهزيتي في العماريه ودرتي التاج ولبستي اللبسه؟ تبارك الله على التقاليد ديال المغربيه، الزي المغربي رائع جدا. شحال من مره؟ واه شحال من مره تبارك الله درت اللباس التقليدي، راه بزاف. كعروسه 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 بزاف، راه شي لا ماشي في التمثيل. شحال من مره تزوجتي ولبستي اللبسه كعروسه حقيقيه؟ لا انا ما تزوجتش، عمرك ما لا ما عمري تزوجت، ولكن اللي جميل لان كيفرحوا بيا خوتي وخواتاتي في اي مناسبه، وهذا كنلبس هذا الزي شكرا لهم. و باش نتقاد حداك كريمه، اليوم اليوم غادي نجبدوا حنا هضرنا دائما وتكلمنا عليك وهضرتي على راسك، وكنسولك وعندك جوج وليدات، انت هي الام العازبه الحمد لله اللي ما عمرها تزوجات وما عمرها ولدات، ولكن عندها جوج وليدات الله يخليهم لك. شكرا بارك الله. كريمه علاش ما عمرك تزوجتي؟ هو الزواج كيف كنقولوا حنا قسمه ونصيب، ما غاديش نقول علاش ما تزوجش او لا انا ما رافضه او لا ما كيجينيش شي حد، كيجي ولاد الناس ما نقولش لك شباب وسطانيين، هذا يعني هذاك قسمه ونصيب، ربما كاينش تفاهم، ربما باقي النصيب ديالي ما جانيش وتنتمنى. باقي هذيك القصه ديال الحب ما تنساتش يا كريمه. والحب راه عمر الانسان، يعني اي واحد عنده الباسي ديالو، ولكن انا ما عنديش هذيك الفكره. عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، المكتبه الله غادي تجي مرحبا بها. اذا باقي نقدروا نشوفوا كريمه عروسه ديال بصح؟ ايوا كتب الله، غادي نديرها بالفاتحه وصافي صافي، غنديرها بالفاتحه باش كلشي، حيت الا بقيت نلبس بزاف راه ما غنتزوج، غنديرها فاتحه ونمشي بحالي. يعني نهار العرس الحقيقي كريمه وسط ما تبرزش، مستحيل ما يخليوكش، عندك بزاف ناس تيبغيوك. الحمد لله الله يخليهم ليا بهذه المناسبه اللي كنقول لهم شكرا كاع اللي كيساند كريمه وسط داخل المغرب وخارج المغرب، لان العوده اللي كيف غادي بعد غادي تتكلمي عليها، على العوده اللي غنهضروا عليها ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله غنوصلوا لها هي الاخرى. احنا بادين معك من الاول، مرحبا. شنو هما المواصفات ديال فارس الاحلام اللي تبغي تزوج به كريمه؟ واه هو المواصفات طبعا شو بديت تشرط اختي، راكي بطبيعه الحال مش كنتشرط. لا دابا دابا عاد تشرط اختي، راكي قديتي داك الشيء السمايل، ما عرفت شنو هو وداك السمايل والقراصات الخبار في راسك. الحمد لله كل شيء القراصات راه عارفه معنا قصه طويله هذيك. الحمد لله كنتمنى يعني الراجل المثالي، يعني كاينه واحد المراه مثاليه اللي فيها ام اخت صديقه حبيبه زوجه، يعني اللي يعني ربت بيت، وكنتمنى يعني علاش لا، يعني حتى واحد ما خط كيفاش الرجل المثالي مثلا، شنو هاد الراجل اللي ما كايناش شي حاجه مثاليه، ما كايناش في الدنيا، ما يمكنش الكمال لله، غير هي الراجل اللي غيوافق كريمه واللي غتبغي كريمه خصو يكون عنده مواصفات خاصه، ومن بين المواصفات واهم المواصفات كنظن انا على ما كنعرفك ان خصو يقبل لك وليداتك امك. بطبيعه الحال انا امي مسكينه كتقول لك امي سيري الله يكمل عليك، امي حيلها في داك الشيء، وليداتك ديري لي مستقبلهم، والزوج الا كان علاش لا. انا سمعت كاينه شي حاجه في الطريق،
واختي ما نكذبش عليك، كاين ناس ولكن باقي ما شي حاجه اللي رسميه. سمعتك اخوتي اون كوبل، و الساعه حاليا ما كاينش، ما ما كاينش حاجه رسميه، ولكن سمعت كاين شي حاجه في الافاق. انا سمعت كاين شي واحد راه لاصق كريمه وشوف من المطار هو لاصقك. ايوا ما كنتمنى ونتمنى، وعلاش خرجي من رونتك وقري؟ لا ما كاينش، انا حاليا باقي لحد الان كاينش حاجه، يعني ما عمرني من نسمع غير يعني ديك غير هضره وصافي. راه قال لك كيدخل من الباب، ما ماشي من الشرجم. اذا انت هذا اللي غادي يبغي ياخذ كريمه خصو يجي يدير دق دق من الباب ويكون ويخطبها معقول، ويكون معقول وقد تبقى مسؤوليه. تمام، ماشي غيلوح عليا المسؤوليه. وانت عاد باقي ما تهزي المسؤوليه؟ لا لا صافي ما نكذبش عليك، خاص الراجل يكون اختي بركه. انا دابا الحمد لله كنتمنى ربي يعطيني واحد يعني الصحيحه اللي والقوه باش نكمل المسار ديالي اللي باقي ما عرفناش عمر بيد الله. الله يطول في عمرك كريمه، مازال ان شاء الله. يا غادي ندير شي حاجه، جاتني خدمه راني غادي نخدم، ما جاتني خدمه راني غادي نبدا بهذا الشيء ديال السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، نبدا القناه ديالك ان شاء الله بشويه بشويه. وبحكم انني الحمد لله خديت تجربه، شكرا لي مره اخرى القناه شوف تي في على المسانده ديالها اللي كانت يعني فتحت لي واحد الباب اللي كان يعني اول تجربه كمنشطه برنامج ماشي سهله، يعني كان عندي تخوف وكنت كنقول انا ما نجحتش فيه، نجحت ودرت واحد افطالي، انا ما يمكنش الكمال لله كيف قلتي، ولكن استفدت من اخت فاطمه الزهراء بحكم كصافيه الاخوان يعني كاع كلهم كاع كل واحد باسمي صحفيين. كانت تجربه زوينه اننا تشاركناها معاك في الاستوديو الحمد لله، وكنتي ضيفه جميله معنا ومرحبا بك في اي وقت. راك انت عارفه ان شوف تي في هي قناه الشعب ديال جميع المغاربه. شكرا. كريمه وسط من شكل لشكل، الحمد لله كنعرفوا كريمه وسط او الهيفاء المغرب كيف ما كانوا كيسميوك، كانت غليظه. نعم. شويه درتي عمليه نقص الوزن ديالك بواحد الشكل اللي ولا اللي كيتلاقى معك ما كيعرفكش. نعم. صعاب باش تاقلموا معاك المغاربه، وكانت من بين الاسباب حقيقه ان كريمه وسط ما بقاتش كتخدم بصح في الفن، وانت قلتيها لنا مرارا وتكرارا، ما بقاوش يعني حتى الاعمال الفنيه ما بقاوش كيعيطوا عليك، لدرجه انك بكيتي واحد الوقت وحسيتي بالحقره وليتي كتقولي واش انا ماشي فنانه، واش غير الشكل ديالي المضحك هو اللي كان كيخلي هاد الفنانين يعيطوا عليا، وندمت انا كون بقيت غير غليظه وهادي وهادي، عاوتاني شكل اخر وشكل جديد. والحمد لله ما هادشي ما بقاش، الحمد لله نكذب عليك فاطمه الزهراء اختي ما بقاش كيأثر فيا، صافي الحمد لله كنقول قوات الحمد لله، كنقول الكمال لله، ربي عطاني هاد التجربه وباش بحال قال لي عطاني امتحان واش غتصبري ولا ما غتصبريش، صبرت وربي جازاني ودخلت لهاد المجال اللي دخلت لي في الصحافه، لان شويه صعيب. كنحييكم وكل صحفي وكل صحفيه بمجهودات كبيره، لان المباشر شويه صعيب، لان كنقول لان ما يمكنش حنا بحكمي كفنانه كنلعب اللقطه كوبي اكسيون كتعاود اللقطه، اما المباشر شويه قضيه كتكون شويه صعيبه، كتكون صافي ما كاين ما عندك ما عند الواحد ما يقطع، ويعني كانت تجربه شويه عندي دير، ولكن الحمد لله. ونتمنى الشكل الجديد ديال كريمه. كيفاش على واحد جوج ثلاثه تلقيناك وليتي في تركيا، لقيناك بالشفط والقطع والقص والمقابط وما نعرف شنو الهوليود سمايل هو المفاجاه اللي وقعت ليا. انا كنت درت واحد الشوتينغ مع التحيه مره اخرى جميع النكافين والنكافات، تنحيي الاخ اشرف ذاكر لان كان دار لي واحد الشوتينغ وكان السبب انني شفت وقالت لي هذيك السيده كنحمق عليها، انا بغيت ندير واحد، انا كندير الجميل مع الناس، يعني اخوتي المغاربه داخل الدول العربيه كلها والافريقيه كتقوم كنحييها بعدا بهذا المنبر، يعني قالت لي ضروري بغيت التليفون ديالها وتعطيها. بغات تفرحك؟ قالت له انا بغيت نفرح هذيك السيده كنبغي. وفرحتني وكانت بالوعد ديالها، نهار اللي اتصلت بي انا جاتني مفاجاه، اتصلت بيا
قالت لي بغيت النيميرو ديال واش عندك الباسبور، قلت لي راه كنقادي ليا، صيبته في ظرف يومين كديت، قلت انا غادي نديرها على الله، نديرها على الله. وصيفطات لي القضيه صدقات مزيان، ما قالتش لك علاش بغاتك تجي، ما قالت لك لا لا علاش لا كيفاش، لا قالت لي نجي بغيتك باش نصايب لك سميتو. انا عندي شركه ديال صوفيا استيتيك اللي كنقول ليها تبارك الله عليك، هي والطاقم الطبي ديالها، لان في الاول كنت كنقول لها الطاقم التقني، كان هذا كان عندهم حتى الطاقم التقني، راه ضروري غيكون الطاقم التقني وغيكون الطاقم الطبي. تنشكرهم بزاف على المساعدين ديالها، على الاخت بديعه، على الاخت روان ملقبة بأخت غمازة، يعني كلهم الدكاترة، يا الدكتور اللي دار لي السمايل، ولا الدكتور اللي دار لي العمليات الحية. دابا انت مشيتي غير على قبل الهوليود سمايل، تا وليتي دايرة شنتي عاوتاني؟ دارت لي الشد، يعني قطعت، حيت انت من بعد ما درتي ديك العملية ضعفيتي ولا عندك ترهلات؟ ترهلات كثيرة كثيرة، ومحنتني، وقالت لي المفاجأة أنني غادي جلست، عطاتني أحسن بلاصة في الـ في الـ في أوتيل 5 إيطوال، يعني جلست 10 أيام. قالت لي أختي بغيت نجلس غير في دار شعبية. قالت لي ما يمكنش، أنت جيتي كذا. قالت لي والو، قلت لها بغيت غير نجلس، بغيت نعمر راسي، بغيت نصيب بيضات، بغيت نطيب كويميلة. توحشتي سباتة؟ ويلي زيرو كاب، زيرو كاب افريقيا. صافي عرفتي، ما نكذبش عليك، حيت حنا هاد الناس اللي شويه هاد الشعبيين، واخا عندنا واحد السويمينه في داكشي ديال الكلاس، عرفتي ولفت اون فورتي، ولفت كناكل وندي معايا اون فورتي، ما بقيت ميت اون فورتي اختي، ولفتي ديري بخبيزه كريم. ويلي سكتي سكتي، لا دابا صافي، داكشي اللي عندهم مالي، لا دابا صافي، داكشي ماشي ديالنا، عندهم مالي، وليت كناكل ونقيس. دابا ما بقيتيش تقدري اصلا تاكلي بزاف. صافي كناكل بشويه، وتا التعليم ديال صوفيا. لا ولكن واجهتي من غير الشد، من غير الشد والقطع، ودرتي ليبو. حيت دابا خاصني اصلا ما نفوتش القياس، يعني ناكل ونقيس. داروا لك شي حاجه حتى في المعده؟ لا في المعده ديجا انا دايره من غير هذيك. دابا مع الشد صافي تحبست لي. تحسي براسك كبيره؟ الحمد لله دابا جالسه كناكل، ولكن خصني الماء كثير نشربه بزاف باش ما تنشفيش. الحمد لله الحمد لله. شنو صايبتي من غير درتي الارداف؟ الارداف نقص منهم شويه، لان بقى ان شاء الله من بعد مني غادي ترفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، وهذا الحجر، يعني غنرجع باش نصيب الانسان، غادي ندير لهم الشد وغادي تكمل لهم القابط. سكتي على القابط، سكتي سكتي ان شاء الله وتكون الامور. دابا قولي لنا بكل صدق، اش صايبتي في الحمد ديالك من ا ل زد؟ هو صايبت يعني من تحت. لا المهم دابا حيت انا اصلا كانوا عندي الارداف كبار، دابا بغاو يصيبوا لي جيت الفاخذين، ولكن ما تصيبوش، صيبوا لي جيت الستره هنا لهنا، حيت كانت هذاك الترهلات، يعني الجسم كيكون نازل، يعني هذاك الترهلات اللي كانت لتحت كلها طلعات. جبدوني كامله. عرفت هذيك النكته اللي عرفت هذيك النكته هذيك اللي قالت لي مولات فيا تقبض الزين؟ سكتي بقاو يجبدوا فيها تطلعوا لها البوطه. يا كفاطم الزهراء واش عارفه؟ ولكن لي الحمد لله كانت من نقطة الزين جميلة إن شاء الله، شكرا لهم. كنضحكوا شوية كريم. ضروري ضروري خاصنا نخلقوا ذاك الجو. وقلت لي بغى الزين. اصبر. نتقي بالولدين ونبغى النحل. الحمد لله اصبر. بصح لان بصح كريمه باش نرجعوا للموضوع، حنا ضحكنا بالنسبه للعمليه اللي قمتي بها واللي كيقوموا بها بزاف ديال الناس، كيبقاو هذوك الترهلات ديال اللحم، وباش يعاود الانسان يدير لهم الشد ويدير لهم داك ليبو، هذا كتطلب مبالغ كثيره. مبالغ كثيره، ولكن كنشكر الاخت صوفيا طالوني وصوفيا استيتيك على المجهودات اللي قامت بها. اولا انا كنقول يعني هذيك السيده ماشي غير معايا انا كفنانه، كانسانه دارت واحد المجهود، لان منين مشيت انا بعدا بالمفاجئ ما لقيتش كريم وسط الفنانه اللي كاينه، لقيت شخصيات، لقيت وزيره نزهه وشارب كضيفه صيبت اوت سمايل، ما شاء الله تبارك الله عند صوفيا طالوني، لقيت فاطمه الزهراء تراكس،
حتى هي دارت الشد ودارت السمايل. اه شفناها بصح على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم نعم حيدت نعم الكرش ياك. نعم حيدت الكرش. وكاين المفاجأة غادي يجي الفنان جواد السيح اللي كان غادي يكون ضيف مع الأخت صفية طالوني، وكانت دابا مع هذا الحجر وداك الشيء. غادي يدير؟ غيصيب إن شاء الله مسكين الأسنان ديالو، ويستاهل زعما الصراحة. وكنتمنى يعني كاع كاع اللي بغى يجي عند الاخت سميتو غاي يمشي فرحان، لان تبارك الله تلاقيت مع ناس داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، لقيت الجاليه المغربيه كثر بزاف كثافه، هما مغاربه وعايشين في يعني عرفوك كريمه وتصوروا معاك معايا، ولقيت منهم يعني واحد الحب واحد الاستقبال، يعني وحق الله ليلة دموعي يعني تنقول شو سبحان الله هاد الناس كيفاش تستقبل المغربيات في تركيا والمغاربه في ايطاليا في اسبانيا في كندا فرنسا كلشي تنحيهم كلهم يعني اللي نسيتو من دوله الامارات الشقيقه السعوديه. يعني لقيت شي فنانات ديالنا مغربيات كيعيشوا في تركيا مثلا؟ كاينه واحد الزوجه مغربيه ديال زوجة واحد الفنان تركي. لا انا ما تلقيت زعما يعني اللي كان صدف من الوزيرات نزار ابو شارب وفاطمه الزهراء طراقس اللي تبارك الله باقية تما هي فاطمة الزهراء. لا جات، لان جات قبل مني ونسها وشارب مشات قبل مني، يعني كانت في اللحظة اللي كنت أنا ومشات والحمد لله كان كل شيء داز مزيان. واللي جميل في أختي صوفيا طالوني يعني ماشي كريمة وصل وتا المساعدات، يعني المساعدات للناس اللي محتاجين ماشي اللي بغى يدير عملية أو لا، حتى المساعدات، لان كنشوفوا بعض الاشخاص الدراري اللي مساكن كيكونوا كيوقع لهم مشاكل. نعم. كيتضربوا الله يستر كذا كيكونوا عندهم جروع، كتجي كتخيط لهم ما كديهم كدير لهم عمليه تجميل كتكسيهم كتخلص لهم لوطيل ديال 20 يوم 10 كتوكلهم كتشربهم، يعني بعيني يعني كنشوف انا والله الا يعني داك الشيء بعيني ماشي زعما يعني شتي الاعمال الخيريه بعينك ما عاود لك عليها حتى شي واحد، درجه انني كنكونوا في الليل كيدقوا عندنا ثلاثه الليل جوج الليل وحده الليل تيدقوا على صوفيا عطينا ناكلوا عطينا باش نركبوا عطينا باش، اقسم بالله وشهاده لله وكديره معاهم الخاطر وزعما لدرجه ان الله يهدي ما خلق لنا بين قوسين كل واحد والشخصيه ديالو حر في الشخصيه ديالو، حنا ما كندخلوش الشخصيه ديال الانسان ولكن كنشوفوا الاعمال ديالو كنشوفوا الاعمال الطيبه بالله سبحانه وتعالى الاعمال الطيبه كنشوفوا ما هو خير خيري ما هو اللي كيسبق يعني اللي كيسبق انا كنقول لك الله يجعل اخرك احسن من اولك داك الشيء اللي كاين اللهم يعني زعما تنقول مره اخرى لصوفيا برافو على هذا الشيء اللي كديري فرحتي يا كريمه معلوم فرحت فرحت انا اولا فرحتو معاك انت شحال ديما فرحتي وفرحت علاش واحد الكلمه كانت قالتها ليا وحسيت بك يعني كان الام ديالها الله يرحمها ويوسع عليها وجعلها يعني يخلي لها الوالد ديالها وخوتها كاملين وخوتها هو هذيك كلمة أم قالت لي أنت كنحس بك بحال أمي الثانية أثرت فيا بزاف خصوصا علاقتك مع الأم ديالك حيت أنا ما نكذبش عليك زعما واخا أنا فرحة وهذا بليز أثرت فيا الأم يعني صوفيا طالوني وقالتها لي بحب عنقاتني وبكات بدموع على بنتي الأم المثالية يعني ما فرقك شوية صعيب عليا وتنحية من المنبر اعتبريني اختك صديقتك امك ولو تو من طبيعه الحال لان ما سخيتش بها بصراحه ماشي ديال عفوا اسمحوا لي مكياج 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 الحمد لله معليش يعاودوا لك كاينه سناء كنحيوها تعاود المكياج ماشي مشكل على المجهودات ديالها لا اروى دموع يعني فرح دموع الفرح يا نينا تنوريكم زعما ديك الحنان ديال الام الحنان ديال واحد الانسانه كتحس بها كتحس بك من القلب يعني دابا انت بكيتي اليوم بحال العروسه العروسه ضروري كتبكي نهار عرس بكيتي حيت ما كايناش حداك صوفيا الحمد لله بحال دابا انت دايره العرس ما حداك صوفيا قلنا صايبتي الستره صايبتي الكرش صايبنا كل شيء الحمد لله كل شيء الوجه شويه البوتوكس لان ما بغيتش نكثر داك الشيء ديال درتي شويه فايلر ولا بوتوكس لا درتي سميتو الفايلر لا ما درتي البوتوكس انا لا لا حاليا قلت نرجع
ان شاء الله ما بغيتش ندير كل شيء ثاني على صحتي، صح لان كثرت البنج وداك الشيء صعيب ليا، ولا وعندي فقر الدم، عندي المناعه شويه مديره، والحمد لله انني جيت يعني بصحه جيده الحمد لله، وفرحت وانا دخلت الوطني الحبيب. طبيعه الحال الحمد لله، وخصوصا انها كانت رحلات استثنائيه، ما كانتش بغات تخليني بعدا اولا صوفيا، يعني بغات تخليني يعني ما نمشيش، يعني قالت لي زعما تتولي بصحه جيده، حيت انا صحتك كتهمني، لان ما تمشيش انت مريضه او لا شي حاجه. قلت لها مسكينه بغاتني، قلت لها لا انا الحمد لله باش مشيت انا نشوف العائله ديالي الصغيره والعائله الفنيه الكبيره وحبابي، خاصني نمشي ضروري، وباستقبال ديالكم انتم كذلك بحبكم ليا. وبعد راه كنتكلموا على الحجر الصحي، جلستي واحد سبع ايام في الاوتيل، درتوا الحجر الصحي، درتوا تقريبا ثلاثه ديال لي بي سي ار. لا اربعه، اربعه ديال التحاليل الاخباريه. الاولى في المطار، وثلاثه في الاوتيل. نعم، باش نقولوا يعني الناس اللي كيشوفونا هذا الشيء، راه ما فيش اللعب، ما فيش اللعب، والمرض راه كاين. حنا اللي بغيتو فيكم جوج ديال الناس، لا لقاو اربعه، الجوج الاولين وجوج الثانيين وجوج اليوم الثالثين، يعني لقاو سته في الاوتيل ديالنا. في الاوتيل يعني هما من بعد اربعه ديال التحاليل اكتشفوا هذا الشيء، يعني مما يعني هاد الناس ماشي كيلعبوا. وكانت واحد الاهتمام كبير بعدا اولا من طرف، واخا نذكر الاسم ديال سميتو ماشي مشكل، سميتو اوتيل، لا بلا ما نذكر بلاش، المهم الاوتيل شكرا. الفنادق كلهم، الفنادق كلها كلهم ما عليناش، اللي استقبلوا الناس اللي جاو في رحلات استثنائيه، المهم راه غيعرفوا كريمه وصلت الاوتيل. كريمه الاوتيل اللي كانت فيه كريمه، وكنشكر المدير ديالو والطاقم كاع اللي كريمة كان. واش كان داك الشيء مجاني؟ كان حاليا مجاني، انا بالنسبه والو ما خلصنا حتى شي حاجه، النفقه يعني لا لا انا ما خلصنا حتى شي حاجه، انا حاليا جالسه في السويت، عطيني في السويت بوحدي، يعني لا من الماكل ولا من المشرب، غير هو كانت حاله وحده اللي كانت شويه بالنسبه لي انا كاوبيراسيون. تواصلتي معايا وقلتي تواصلت لان كان عندي مشكل ديال خاصني ان السيده اللي كدير لاكيني خاصها تجي عندك، خاصها تجي عندك الدريناج. هما دابا منين جات كان واحد شويه ديال العرقله، لان قال لك خاصنا نعرفوا، هي ربما كيصاحبوها ممرضه وهي كدير الكيني، الكيني ما عندوش علاقه بالتمريض يعني. وانت كان خصك انك تداوي هذاك الدواء، حيت انا حسني يوميا الدريناج هذاك الكيني، خصني باش يخرج لي ديك السوائل، حيت باقي لي السوائل ديال الاحتباس. لان في تركيا كانت كتجيب لي صوفيا باللي ماشين يوميا يوميا، زعما واحد الاهتمام خاص كبير في تركيا. دابا شويه صحيحه؟ لا الحمد لله، منين يعني تف الحجر، واخا شويه كان واحد يعني اشتياق العائله ديالي وليداتي وامي وحبابي، كان واحد الضغط، ولو انا ما خصني حتى شي خير، صبرت شفت هذوك الحباب وذوك الناس كاع اللي جايين من يعني جميع المناطق، من يعني من الدار البيضاء، يعني من طنجه للقويره، يعني تلاقيت مع ناس الشمال، من الشمس الشرق، درت شي علاقات جديده، سالين واستقبلوني، درت علاقات وجبت كادوات من تم. ايوا شفتي اختي، جيتي عامره اونبورتي، اونبورتي وبالصحه والراحه كريمه، بصحتك وراحتك دابا صحيحه مزيانه بخير وعافيه الحمد لله، واللي كنتمنى. وريني اختي الضحك، انت يا خيتي تبارك الله عليكم، وكنتمنى شكرا تستاهلي كل خير. واللي كنبغي نقول مره كاع لي يعني الحمد لله اللي عنده ترهل، واللي بغى زعما يقاد، ولا اللي بغى سميتو، حيت الناس كتقول بغيت ندير تجميل هنا، بغيت ندير هنا. انا كنقول درت التجميل في تركيا، يعني المسانده ديال اختي صوفيا استيتيك، يعني زعما الصراحه اللي كيمشي كيدير سميتو كيرجع غزال، خاطر شفتي غزاله، غتوقفي وتورينا، راكي دائما غزاله بلا حتى شي حاجه. بكم غزاله. قبل ما نختموا معك كريمه وسط، انت اليوم دايره لك واحد الاستقبال تبارك الله من طرف الاصدقاء ديالك. من طرف الاخ عماد، كان دائما غنستقبلوا شي عماد، عماد البخاري اللي كان دائما يعني سباق ومعروف بالتيك توك. يا سلام، تيك توكر خونا عماد. قبل ما نمشيو لعند عماد، بغيت نسولك واحد بالمناسبه، انت امراه. نعم انت امراه، والمراه ما كتحس بها الا المراه. نعم نعم.
شنو رأيك في هذاك الشيء اللي وقع نرجس الحلاق مع ولد الفنان ديالنا فلان؟ هو بالنسبة يعني العلاقة اللي كانت ما بين نرجس العلاق والمهدي فلان، ما غادي يعلم بها الله، حيت حنا ما تفاجئنا يعني، كانت تعرق حيت ما عمره كان في الإعلام عرفنا أن نرجس تولى هذا، باش غنعرفوا هو شجر الفيديو اللي دارته وهي كتبكي و أنا ما كيحس بالمرأة غير المرأة. أنا حاجة وحدة، انا احتراما لاستاذي وصديقي فلان والابن ديالو حسن المهدي فلان، يعني ما غاديش نحكم على شي حد. انا ما قلتش نحكم على شي حد، قلت لك كيفاش جاك داك الانهيار. جاني الفيديو انا مسكينه ما قالت حتى شي حاجه ديال العيب، انا كنقول كامراه يعني كام مسكينه ما قالت حتى شي حاجه ديال العيب. سيده جايه معوله موجده، قالت لك شاده القاعه، شاده الماكياج، شاده فرحانه مسكينه، قالت لك هذيك با وهذاك مو، وفرحانه بيهم يعني حب على حب الانسان باش كيخلي طيب بلاد. حاجه وحده اللي بغيت نقول، الله يا ربي وبهذا المنبر وانا فرحانه وانا عروسه عند قناه شوف تي في وعلى الليظ، يا ربي تجمع شمل نرجس حلاق والمهدي فلان ابنه ديالو ان شاء الله يا ربي. وهذا هو المتمنيات، وتحيه مره اخرى للضيف ديالنا اللي جا دابا من سلا عبد السلاوي، مفاجاه رجاء طلع عندنا راهو. مرحبا بك اجي. مرحبا مرحبا خويا، مرحبا والف مرحبا. عماد السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. اش اخبارك؟ الله يحفظك. كاين شي تيك توك؟ وشويه احنا طالعين تيك توك. تيك توك لا تيك توك، شويه اليوتيوب يلاه كنطلعوا فلاشين ديالنا ايه ان شاء الله. وحنا فرحانين بالاخت كريمه وسط، اخته فنانه ديالنا كنحبوها كنبوسوا عليها، ودرنا لها الاستقبال على قد الحال، واخا خاص الناس ما يتقلقوش يعني، حنا راه كنا معولين حتى لغدا ولا بعد غدا باش غتخرج، حيت هذا الميساج خاصو يوصل. نعم بزاف الناس غاديين يعاتبوا عليكم ما علمتوناش وما، وحنا كنعلموكم. ها هي مرهونه. انا راه عيطت عليها حتى لاخر لحظه، قالت لي يا عماد راه حنا معولين حتى لغدا ولكن صافي. مع الاستاذه عائشه بارامه. داك الشيء عندنا كل شيء مزيان، درنا لي زاناليز كل شيء دايز مزيان، غادي نخرجوا. هي داك الشيء درنا اللازم. كاين الاخت سناء اسبي الكونسيبت، هي انسانه طيبه، وكاين واحد نتلافى اخت عزيزه الله يهديك، وعائشه برام اللي كانت دائما استاذه. الاستاذه عائشه كنتمنى حتى هي الاستاذه والفنانه عائشه برام، مرحبا بها. وزائد هادشي بغيت نضيف واحد المعلومه، يعني حنا كنفرحوا بها كجمهور ديالها وكمعجبين ديالها وكنحبوها حب في الله سبحانه وتعالى، يعني حنا دابا كنوصلوا واحد المقدمه، ولكن باقي واحد العرض والخاتمه حنا كنقدموها للفنانه باش هما غادي يمدوا لها اليد ديال المساعده، يعني حنا كجمهور دابا حنا وقفنا معاها، دابا حنا كنعطيو واحد العبره للفنانه. يعني بغيتي تقولي لنا بغينا نشوفوها في اعمال قادمه. اعمال قادمه دابا صافي، راه انتم السيده راه دير شنو الدور اللي بان لك انها تليق بكريمه دابا؟ انا اي شوف لا شوف شوف اي دور الشيء غادي تقدر تكون فيه الشيء الرومانسيه المحترمه، فهمتي؟ ما كتعرفش ديك العينه. والشيء تقدر تكون حتى ام. نعم اكثر، هي ام غتكون بزاف، ولكن كنوجه واحد الكلمه للفنانين والممثلين، يعني سولوا في بعضياتكم، يعني ماشي تيموت شي واحد عاد باش كنت كتقولوا لا راه عيطت عليه البارح سول فيه، وانت اصلا ما سولتي فيه ما حتى شي حاجه. نعم. واش فهمتيني؟ نعم. يعني راه حشومه، يعني عيب وعار، ويعني وصمه عار علينا كمغاربه، خاصنا نسولوا فينا، راه كاين الفنانين اللي كيستاهلوا وعندهم ما يعطيو، ولكن ما لقاوش اللي غيمد لهم شي يد. ما لقاوش من اللي يمد لهم يد. عماد كي جات كريمه؟ غزاله تبارك الله عليها. قبل ولا بعد؟ اما لا شوفي هي ديما زوينه، حنا ما تندويوش على الجمال، جمال الروح بطبيعه الحال. غزاله تبارك الله. وكنشكر صوفيا طالوني كانت معنا على الاتصال. غنجوجوها صافي. وان شاء الله غادا تكون ان شاء الله شي حاجه زوينه عاوتاني في الايام الجايه، وان شاء الله نفرحوا بها وهي عروسه تاع تبسط. والعائله ديال الشيء اللي قلت لها انايا. تنشكر مره اخرى عائله البخاري. الاخت ديالو هي حاضره معنا الحاجه. شكرا اللي وشكرا كاع الناس كاع اللي ساهموا من يعني العائله ديال بعدا البخاري عماد كلهم، لا من الحاجه من خوتهم، يعني كلش كنشكرهم بزاف بزاف، يعني كانوا مساندين ديما كيصونوا عليا ويسولوا فيا من اصل زاد. عماد حنا عارفينو كيبغيك وعزيز عليك. عائشه هو الماناجر ديالك، حتى واحد قال لك ان شاء الله شرف قول يكون. شكرا شكرا ليه، مرحبا. وتنبغي نشكر بزاف واحد الاصدقاء دياولي
اللي كانوا دائما مساكن معايا، الاخ عصام والاخ خليل والعائله ديالي. ما تقوليش السميات لا تنسيش واحد ويتقلق. لا ماشي مشكلة، هادو الناس نتي عندك بزاف ديال الصحاب وواقفين معاك بزاف. وعائشه برام اينك يا عائشه؟ واخا نشوفوا بعدا كاين لالا سناء. سناء شكرا لكم. وشكرا عماد تبارك الله عليك. سناء الماكياج. مرحبا بكم. عندي هنايا كريمه تبارك الله عليها منيعمه الاخت. شكرا. يعني حتى هذا الماكياج اللي درتي ليها ماكياج ديسكري دو جور. يعني هذا تقدر تسوي دو جور، تقدر يكون ماشي ماكياج اوفر. ما بقاش الاوفر، ما بقاش اوفر، ما بقاش. هذه حفله صغيره، داك الشيء درنا ماكياج خفيف. مرحبا بهم. يا كريمه جيبوه ان شاء الله ولا في الماء. جيبوه كريمه الراجل راه عليك يا الخير. الله يجيبها لك. مرحبا بكم في محل اس بي ال كونسيبت ستان انستيتيود بوتي. شكرا. شكرا. انت اللي اقترحتي، انت اللي اقترحتي. رحت تي لكتي من الحضور تاع اقترحتي. اصدقاء ديالنا وكتعجبك طبيعه الحال كانسانه واخت وصديقه وكل شيء. مرحبا بكم كامل. تنشكروا تنقاشه تبارك الله. لالا عزيزه. لالا عزيزه الله يعمرها دارتها. تنشكروا بزاف بزاف. تبارك الله عليك يا سناء. الاستاذه عائشه تفضلي معنا. الاستاذه ديال اللغه الفرنسيه العربيه، اللغه العربيه. تفضلي صديقتي. دائما هذه كانت مسانده في اي حاجه، مسانده الرسمي ديال كريمه. السلام عليكم استاذه. وعليكم السلام. اش اخبارك زهره؟ الله يبارك فيك. استاذه ديال اللغه العربيه. شكرا. استاذه اللغه العربيه وممثله مسرح، وحاليا كان ندخل في العالم الصحفي لي بروفيل ديال الفنانه. كنديروا زيارات للفنانه بحال هكا باختصار التفاته الفنان. الفنانه اللي ما نقولوش تنساو، حيت الفنانه ديالنا الكبار ما كيتنساوش. ما عمرهم كيتنساو. غير هي ذكر. هما ما عمرهم تيتنساو، كيبقاو منقوشين، كيكون منقوشين في الذاكره وفي القلب في نفس الوقت دائما. غير هو كما كنقولوا نفط الغبار. بعض المرات الحاجه ما كتكون زوينه وتكون غاليه عندك، ضروري ما كتمسحيها، كتفضي لها هذاك الغبار فقط. اما هما القدر ديالهم معروف، والقدر ديالهم وازن، وهما دائما منحوتين في الذاكره وفي القلب، ما عمرهم يتنساو. نعم تبارك الله عليك. وكريمه انا كما كيقولوا ساروت بيوتها صراحه. صراحه ما نكذبش عليك، زعما بيدو علبه الاسرار. يعني ديما كتحط عليا الراس ملي كت يعني تقبط عليها الوقت. ساندت ولادي وانا غايبه شهر و10 ايام يعني مع ميمتي مع وليداتي. شكرا لها. وهذه الصديقه ونعم الصداقه. تنحييها يا وليداتها، تنشكرهم بزاف بزاف على هذا. زعما الله يخليهم ليها. ما نحتاجوش الشكر كريمه، لانك انت صديقه صادقه واخت قبل كل شيء. شكرا. بارك الله فيك. ما شاء الله، وكنحبوك وكنبغيوك وفوق راسنا وعينينا واللي قلتيها حنا من يديك لهذه اللي. شكرا بارك الله فيك. وشكرا بزاف. انا فرحانين ملي جيتي على خير، وفرحانين ملي جات قناه شفتي فيك. انا فرحانين بك كريمه، وفرحانين بخوتنا المغاربه كلهم اللي دخلوا الارض الوطن في رحلات استثنائيه وداروا الحجر، وحسينا بكم واتصلتوا بنا وكان طالع لكم الدم وزعفانين وبغينا نخرجوا، ولكن هادشي راه لصالح ديالنا بطبيعه الحال. وهذا الدليل انهم لقاو بعض الحالات ديال اوميكرون. الله يشافي الجميع. المرض راه باقي كاين بصح، وخاصنا حاجه وحده، الحمايه. الحمايه وخاصنا نكون حنا، شوف نقولوا حنايا الحمايه، يعني كنقولوا حنا داك الاجتماعات اللي بلا فايده بلا هذه، واللي ما دارش التيست يدير التيست، واللي ما دارش التلقيح يدير التلقيح. انا درت الاول الثاني، دابا ان شاء الله حيت يلاه جيت غنكمل دابا ندير اللقاح الثالث ان شاء الله. الله عليك تبارك الله. وكنبغي نشكر الضيف اللي جاني من سلا. اجا خويا مرحبا عبدو السلاوي. شكرا بزاف. على سلامتك. الله يسلمك. شكرا. السلام عليكم خويا عبدو. كنت معاه الفيديو مشى وخلاني، ولكن ما مشاش خلاني، ها هو رجع ليا. تفضل اخويا عبدو تفضل. اشنو الفيديو اللي درتي معاه في القصر؟ لا غنى مغني. اي اخويا عبدو مرحبا تفضل. الله يا ودي تفضل اخويا عبدو مالك. مرحبا. صافا اخويا
عليك توحشتي. كديره مرحبا. اش هاد اللوكه كريم؟ انا لا تبدلتي عليا صافي انت ما مجوجنيش. السلام عليكم. تحيه كبيره لمنبر شوف تي في. تحيه لماريا فاطمه الزهراء فاطمه الزهراء مشهوره عليا انا كفنان اللي عندي عده اعمال في اليوتيوب. الله يودي الله يرضي عليك. جميل الصحافه مرحبا والف مره. كيف كتشوفوا انا اليوم كنتواجد مع كريمه وصال. جيت لعندها خصيصا باش نعرضها الحفل التوقيع ديالي للعمل الجديد ان شاء الله اللي غادي يكون غدا اللي هي اغنيه بعنوان كرهت الليل. كرهت الليل اللي غيكون ان شاء الله الحفل التوقيع غادي يكون في عين السبع. ايه يعني كاينين منابر اعلاميه وهذه وكيف كتشوفوا الاجتهاد ديما فيما كنجي المغرب ضروري من جديد وكريمه راه تبارك الله انا راه بعدا انت جيتي دابا جهره المغرب اخويا عبدو دابا دايره شي 6 شهور وانا في المغرب. وي درت معاك كليب بعدا درت معايا الاغنيه ديال مشى وخلاني كانت البطاله. مشى وخلاني وزادني في محاني يا شفافي يا عدياني وشهدوا يا الناس علي انا اللي تيقتو حبيتو بغيتو يا قلبي دخلتو والله ما نسمح لي ويري ناري ناري بالصح مشاو العاني ويري ناري ناري بالصح ماشي بالعاني غدرني وهجرني تاني مسخوط راه سطاني وانا اللي سطيت فيني. تبارك الله عليك. صوت غزال صوت غزال. تبارك الله. تبارك الله على المنبر شوف تي في. تبارك الله على الاعلاميه ديالنا. لالا فاطمه الزهراء غزاله. وشرف كبير نشوف كريمه وسط غزاله. شكرا بارك الله. وانت يا القلب طيب. بارك الله فيك. هذا الشرف لي. وشرف كبير لي انني تعاملت مع فنانه كبيره. كان واحد الدور قامت به في الاغنيه ديالي فريمون زوين زوين بزاف. والمحبين خوتي انت راكي بهويشك. والمحبين تبارك الله ديال الفنانه كريمه بزاف يعني من خلال الاغنيه ديالي كنقرا التعاليق يعني فريمون عندهم واحد الحب كبير ليها. اهم شيء هو ان الفنانين يكونوا كيبغيو الجمهور. حمقوا عليها المغاربه كاملين. راه قامت بعده ادوار اللي خلت الجمهور المغربي كله كيشوفها ويعاود يشوفها. امتى نعاودو نشوفوها معاك اخويا عبدو؟ ان شاء الله قريب. قريب ان شاء الله. كانت غتصور معايا في هاد الاغنيه هادي ساعه كانت صافي تقادات. كانت تشوف انا دابا دابا غادي تكون دابا غادي دابا البطوله دابا ان شاء الله دابا تلاق تكون مانكه معاك في تبارك الله غزال. انا بعدا كنقول واش كريمه هادي ولا انا غالط في شي صالون. انا جيت تبارك الله عليك اخويا عبدو. صوت جميل وكنتمناو لك حنا التوفيق والنجاح. عندنا تبارك الله طاقه شابه غير كاين اللي كتعطاه الفرصه وكاين اللي ما كتعطاهش الفرصه. الحمد لله من الشهاده ديالي دابا الحمد لله عندي 10 ديال الاعمال في اليوتيوب منهم 6 ديال الكليبات. يعني كنقوم بواحد المجهود كبير والحمد لله بشويه بشويه كنقدر نوصل للجماهير الفنيه. الحمد لله بطاقه فنان مهنيه كاينه. الحمد لله يعني كل شيء هادشي هذا الحمد لله بخير. غادي ندقى دقه يعني غادي يجي ان شاء الله واحد النهار واحد الاغنيه غنتعرف بها ضروري ان شاء الله. هو اللي ما كيعرفنيش غيعاود يعرفني. راه خصها غير باوي غير هي اغنيه صافي كتجرب. واللي بغيت نقول لك ان المفاجاه الاخت صوفيا طالوني كتشكر بزاف بزاف لان ظريفه ومعامله يعني. وعجبني الحال في اخر اغنيه يعني بارطاجات ديالي شكون يسوق ليك وغزالي انا اغنيه غزالي انا يعني بارطاجاتها يعني ما قلت لها والو يعني بارطاجات العمل ولي كومونتير كنقرا من طرف صوفيا من طرف صوفيا من طرف صوفيا. خويا هذا دور شوفوا هذا دور ديال لي زانفلونسور ديال مواقع التواصل الاجتماعي ما فيها باس لا عاوننا الشباب ديالنا ما فيها باس لا عاوننا الفنانه ديالنا اللي غير ما تعطاتهمش فرصه ما غنخسر حتى شي حاجه. نعم. واحد النقره واحد البارطاج نكليكيو عليه ونبارطاجيو الاعمال ولاد بلادنا لان لا طلعوا. تنتوما تبارك الله الصحافه يعني تنتوما بالدور ديالكم راه كيطلع الفنان أكيد. يعني بلا بيكم الفنان ما كيسوى والو. الله يسهل عليك ان شاء الله ونشوفوك في طوندونس ان شاء الله لا المغربي لا العالمي. شوفي ولاد بلادنا كلهم كيستاهلوا. حنا كنبغيو ولاد بلادنا كلهم يكونوا في القمه. عندنا مواهب شابه عندنا اصوات رائعه وجميله كتستحق انها عطاها فرصه. نعم. غير هو للاسف الشديد حتى كاينين حتى في هذا الدومين راه فيه باك صاحبي ما غنحاولوش اننا. نعم. انت راكي عارفه هذا الشيء
ولكن كريمه وصلت القلب البيض جات للدار وشافت انا جيت للدار واستقبلوني زعما ودارجه انني امبورت الدار ديالكم امبورتي نشكر الجمهور ديال شوف تي في وكنتمنى ان شاء الله تدخلوا عندي القناه ديالي شوف عبدو السلاوي اوفيسيال غزال تا هو وان شاء الله غادي يشوفوا الاعمال ديالي ويحكموا يعني كاين اللي ما كيعرفش عبدو السلاوي من خلال شوف تي في غادي يتعرفوا على عبدو السلاوي وكنشكر كريمه وسط لانني جيت باش نعرضك شكرا الغدا ان شاء الله غادي يكون حفل توقيع يكونوا فنانين كبار كاين رفيق بوبكير كاين طارق البخاري كاين عده فنانين ونتلاقاو مع صحاب صحاباتك ان شاء الله غدا نحتفلوا بالعمل الجديد ان شاء الله المولود الجديد اللي كنتمناو ليه ان شاء الله يتربى في عزكم كرهت الليل هو العنوان كرهت الليل هو الليل كيتكره على حسب يعني على لا شنو فيه هو ماشي غير لا هو جا مع كرهت الليل لان غادي يولي غيحب كرهت الليل وما جا منه وانت اللي تكرهتي الليل ولا هي في الاغنيه وي وي كرهت الليل في معاناه الليل يعني شحال من وحده كتعاني شحال من واحد كيعاني في الليل يعني الليل بزاف دابا انت شتي العجب في الليل كتحطي الراس ديالك تيجي كلشي في هذيك الفتره ديال الليل كيجي كلشي بطبيعه الحال وغدا ان شاء الله غتعرفوا بزاف ديال التفاصيل غنعرفوا غنعرفوك علاش كرهتي الليل هذا مع علاء ان شاء الله غيكون معايا غدا حتى هو تحيه لعلاء وتحيه لماريا الصحفيين ديالنا الزوينين ديال الفن اللي مشرفينا وتحيه جميع الزملاء ديالنا ديال الشركه اللي 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 جميل علاش اخويا لا لا صورت معاه جوج ديال الفيديو لا لا صافي هاد الهضره هادي ما نقولوهاش هنايا لا لا ماريا تا هي فنا كلشي كلشي زوين حنا كاع الحمد لله حتى حاجه من الطاقم ديال شوف تي في حنايا ديال الشعب حنا قناه الشعب هو حنا كيف قال كي كيقول حنايا كاصول صحراويه دائما كنعطيو القيمه للكبير كبير والله يعني لفاطمه الزهراء من القدماء شفت في تحترم ولها الكلمه بدون مجامله انا لا اجاملك لا انا لا اجاملك وهذا يعني واجب ديالنا ما شاء الله عليك عشان تبارك الله عندكم واحد الطاقه هائله الله يبارك فيك هذا هو يعني شي واحد باش يعيش هاد الادوار اللي كتعيشها انت اللي بغيت نقول انا شحال من صحافي كنشوفو رجع للنور وراه هذا هو يعني الاستثناء اللي كاين في قناه شوف تي في والصحفيين ديال شوف تي في اللي بغيت نقول ماشي مجامله انا كنقول لك الدم امام الله يبارك هو علاش قلت لك ان الكبير لان كيكون عنده ديك التجربه الكبيره شوفي انا كنبغي تشكرني بزاف ماشي باش تشكرني شوفي الله يبارك فيك والله ما كنبغي انا هي ماماهم ديال شوف تي انا هي ماماهم هما كلهم وليداتي وتحيه لكل شيء اذا غنختموا معكم وتتبعي قناه شوف تي في شكرا لخونا عبدو شكرا للاخت سناء سميتها اس بي اس اس بي اس كونسيبت قولي لهم يصايبوا لك حتى فمي عاسك كيهرب ليا يا اختي تحيه لسناء تحيه للنقافه تحيه الاستاذه تحيه الاخت عماد تحيه لعماد تحيه لهذا الشاب التوالي معنا وتحيه لجميع المغاربه كمولا كنحيي الصحفي ديالنا تنحيي مشروع مرنا شفنا ما عنده حتى تمره ولالا عزيزه جا واقيلا عبيده الطرمه اذا غنختموا غنتلاقوا بكم بعد قليل عزيزه مع الحاجه منقبه ما كتبغيش تبان كنحترموا الراي ديالها بطبيعه الحال نشطو شويه التكتيك ديالنا يلاه عزيزه عزيزه ما بغاش وعزيزه